محدش يعرف اني جايه لك، ومش متاكده ان اللي بعمله ده صح ولا غلط، بس انا تعبانه ومتلخبطه قوي، محتاجه اتكلم مع حد مش عارفني يقول لي رايه انا صح ولا غلط. مش عايزه حد يقول لي قربي من ربنا وهتبقي كده كويسه. معلش ممكن لحظه بس ارد على التليفون؟ ايوه يا ماما، انا في السوبر ماركت، الشبكه وحشه، هكلمك تاني، باي باي. من أصعب الحاجات اللي بيواجهها الشخص اللي عنده مشكلة نفسية هي وصمة الدكتور النفسي، الاستجمة اللي احنا بنحطها على الناس علشان نقنعهم انه عيب او غلط انه يروح لدكتور نفسي. الحقيقة ان كلنا محتاجين للدعم، كلنا محتاجين لحد نحكي معاه ونفضفض معاه ونطلع مشاكلنا نشوفها بشكل مختلف، واحيانا كتير بنكون محتاجين لرأي مختص يسمعنا حاجة غير اللي احنا عارفينها ويعلمنا معلومة جديدة عن نفسنا. مش عيب ابدا ان انا يكون عندي مرض نفسي، ولكن العيب ان انا اقعد اضغط على اللي حواليا واقول لهم ان بعدك عن ربنا هو السبب في مرضك. التعب النفسي ملوش علاقه بعلاقتي بربنا، زي اي مرض في الدنيا بيحصل لخبطه لكيمياء في المخ، وارد جدا انها تتعبني وتاذيني. مش عيب ان انا اروح لدكتور، ومش معنى اني رحت لدكتور اني مش هتجوز او اخبي الموضوع عن اللي حواليا لان دي حاجه معيوبه. ابدا، الدكتور النفسي زي الدكتور العضوي تماما، محتاجين نستوعب الصوره الحقيقيه ونبطل نوصم الناس ونضغط عليهم.